بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في قناة تفسير الأحلام والرقية الشرعية. النهاردة هنتكلم عن رمز أو حلم في المنام بيدل على رزق، بيدل على فرحة، على سرور، كمان على أرباح ممكن يحصل عليها الرؤية. الرمز ده هو رؤية البقرة، رؤية البقرة والبقرة السمينة في المنام من الرموز اللي بتبشر الرائي برزق. كمان رؤية ذبح البقرة فده رزق، ورزق سريع كمان، بيدل على فرحة وعلى السرور وعلى زوال للهموم. لو شاف الرأي ان هو بيشتري بقرة وهو كان تاجر او عنده استثمارات، فدي من الرموز اللي بتبشر بأرباح هيحصل عليها الرؤية. رؤية رأس البقرة في المنام دي من الرموز اللي بتدل على رأس المال. كمان الديل بتاع البقرة دي أموال وأرباح هيحصل عليها الرأي بصفة دورية، يعني كل شهر مثلا أو كل فترة زمنية. رؤية الابن بتاع أو البقرة المولودة جديد يعني دي بشارة بإنجاب أو بذرية. كمان رؤية اللبن في المنام من الرموز اللي بتبشر بحصول الرأي على أموال. أي أذى من البقرة سواء النطح أو أي أذى ممكن يحصل من البقرة دي بترمز لأزمة ممكن يمر بيها الرأي، ممكن هم، ممكن حزن هيمر بالرأي خلال العام الحالي.